السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك، واعمل لايك واكتب رقم اللايك أو ديسلايك واكتب رقم الديسلايك. لو بتشوفنا أول مرة وعجبك الحلقة أو عجبك المحتوى اشترك بالقناة، فعل زر الجرس وعشان يوصلك إشعارات كل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. بداية قبل ما نتكلم عن أخبارنا، أخبار كتير، حوار خالد الدرندلي من جديد مع هاني حتحوت. طبعا هاني حتحوت والقناة التلفزيونية بعد التصريحات اللي أدلى بها خالد الدرندلي مع حوار مع كريم خطاب على إذاعة نجوم اف ام وبخصوص الأزمات والمشاكل داخل مجلس إدارة النادي الأهلي وخروج أسرار النادي الاهلي بسبب عدم ضمه لقائمه الكابتن محمود الخطيب ودخوله مستقل على منصب امين الصندوق لينافس خالد مرتجي. ردود افعال الحلقه اللي عملها مع كريم خطاب وصلته، علشان كده هو كل الاسئله او كل التصريحات اللي ادلى بيها مع كريم خطاب هاني حتحوت حاول يتطرق ليها، رفض يتكلم عنها وحاول يجمل الصورة وعلاقتنا جيدة واحنا اخوات وايه المشكلة ومفيش خلاف وجهات نظر. وحتى لما قلنا في خلافات ما بين العمري ولا لا لا ده كله في خلافات وجهات نظر، كلام عكس اللي اتقال. لكن هنا عايز اقول لخالد الدرندلي انت خسرت من وجهة نظري عدد كبير من قطاع او قطاع كبير من جماهير النادي الاهلي. الكلمة زي الرصاصة لما بتطلع صعب انها ترجع تاني، وانت خسرت كتير بتصريحاتك الاولى مهما حاولت تجمل مهما حاولت تتكلم. بالنسبة لمحمد النني، صحيفة ذا صن اتكلمت على نية نادي أرسنال خلال الانتقالات الشتوية، وإن نادي أرسنال قرر فسخ عقده مع محمد النني. هل يعود محمد النني إلى الأهلي؟ يعني كان في أنباء وكلام على إنه طبعا أهلاوي، وأبوه قال قبل كده نصر النني إن محمد النني لو هيلعب في مصر هيلعب للنادي الأهلي، أم سيتجه إلى نادي جلاتا سراي. والأنباء الفترة اللي فاتت كلها كانت بتشير الى محاولات من نادي جلاتا سراي التوصل لاتفاق مع محمد النني، وكان الخلاف على القيمه الماليه للتعاقد. رابطه الانديه النهارده في حديثها او المؤتمر اللي عقد او عقدته رابطه الانديه اتكلموا في عده امور، منها ان الانديه كلها موافقه على المشاركه في بطوله كاس الرابطه، وقالوا ان كاس الرابطه هيبدا يوم 6 يناير وانه هيتم رصد مكافآت كبيره للنادي اللي هيفوز بهذه البطوله. واتكلموا على انهم اتكلموا مع اتحاد الكره ورئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح بخصوص منع الحكام من الحديث في الفنيات عبر وسائل الاعلام، ودل ذلك فيدل على ان الجميع يعني شايف وعارف خطا محمد عادل، وبالتالي ان لم يكن مخطئ فلماذا ان يتم منعه. لكن عصام عبد الفتاح شايف ان هو الوحيد اللي صح في هذا الشأن وان الحكم تمامه زي الفل. بالنسبه قلت لحضراتكم انهم اتكلموا هيعلنوا عن باقي جدول الدوري المصري بعد بطوله افريقيا ان شاء الله. اتكلموا ايضا عن مستحقات الانديه لدى شركه بريزنتيشن شركه الراعيه، وان الرابطه توصلت لاتفاق حوالين جدوله المستحقات المتاخره للانديه وهيتم صرفها قبل نهايه الموسم، وده شيء جيد ومهمة رائعة بخصوص رابطة أو تخص رابطة الأندية. بدل ما كل نادي يتكلم أنا ليا نسبة كذا، أنت تتولى وتوزع، لكن أنا مش كل شوية ههدد المباريات ما تلعبش بتاع أنت لا واتكلم ويديني وعود ويخفى، لا أنت تابع هذا الملف وقسم بتاع البسبوسة، ادي كل واحد حقه على حسب نسبته. يعني كلمت على ان الزمالك جدد لعبد الله جمعه وامام عاشور بعد ما ميدو بالامس اتكلم ان عبد الله جمعه يقترب من النادي الاهلي والنادي الاهلي عينه عليه. فبعض الناس بتتكلم على ان ميدو اشتغل دور وكيل، يعني ووكيل غرق ميدو، قالوا ده النادي الاهلي بيتكلم سخن الزمالك، فالزمالك وقع للاعب. يعني نسينا في البداية قصة خالد الدرندلي، خدتنا نبارك للنادي الاهلي فوزه بدوري المرتبط لكرة السلة للسنة الثانية على التوالي. الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 69-67، يعني على راي خالد الغندور فرق هدفين ايه يعني، ما هي كل حياتنا بقت غندوريات. يعني في الفيفا ازمه مباراه جنوب افريقيا وغانا وضرب الجزاء الكوميديه وبنين والكونغو الديمقراطيه
كان الاتحادين، اتحاد جنوب افريقيا واتحاد البنين، تقدموا باحتجاج لدى الفيفا، والفيفا قبل هذا الاحتجاج، وهيتم تحويل الملف الى اللجنه التاديبيه يوم 23 من الشهر الجاري. الان النادي الاهلي لكره السله مع اوجستي خد بطوله منطقه القاهره، البطوله العربيه دوري المرتبط، 3 بطولات لاوجستي مع النادي الاهلي في 3 شهور. مباراه منتخب مصر في كأس العرب، المباراة الأولى هتكون يوم 1 ديسمبر، مصر ولبنان في ملعب النمامة، في ملعب لحظة في ملعب الثمامة الثمام الثمامة ملعب الثمامة الساعة 2. المباراة الثانية هتكون يوم 4 ديسمبر، مصر والسودان ملعب راس أبو عبود. المباراة الثالثة يوم 7 ديسمبر، مصر والجزائر الساعة 9 مساء، ملعب الجنوب. المباراة الأولى الساعة 3 مصر ولبنان، المباراة الثانية 6 مصر والسودان، المباراة 9 مصر والجزائر يوم 7. الزمالك وشيكابالا لسه حوار دائر ما بين وزير الرياضة أشرف صبحي، اللي النهاردة كان موجود في احتفالية بتنظمها دار التحرير والميسا، بيوزعوا جوائز واختاروا اختيارات غريبة برعاية وزارة الشباب والرياضة، كان موجود أشرف صبحي. لك أن تتخيل يا صديقي إنهم اختاروا أحمد بلال علام أحسن معلق، اختاروا سيف زاهر أحسن إعلامي، اختاروا بيكرموا حسين لبيب، كرموا كارتيرون، كرموا طارق حامد، كرموا الونش. مين بيختار أحمد بلال علام؟ مين وزير بيكرم؟ أنت بتكرم حبايبك؟ انت مش حسب مصطفى ولا رئيس اتحاد دولي للعبه او لهذه المؤسسات القوميه يا معالي الوزير يعني. المهم خلينا مع الوزير واحمد مجاهد وقصه شيكابالا. الوزير بيحاول يتواصل مع احمد مجاهد علشان رفع العقوبه عن شيكابالا وتنفيذ قرار مركز التسويه والتحكيم الرياضي، وخلال اليومين القادمين هيتم نتيجه هذا التواصل اما بالقبول او رفض، بيدرسوا ابعاد هذا القرار على النادي الاهلي والاخرين، يعني النادي الاهلي وقصه عبد الله السعيد واخد حكم النادي الاهلي واقامه مباراه فاصله، واذا تمت اقامه هذه المباراه فتعتبر نتائج نادي الزمالك باطله لمشاركه اللاعبين الموقوفين. طب هتحلها ازاي في الانديه اللي حصلت على حكم مركز التسويه وهبط زي بتروجيت والنجوم وغيره؟ هتحل هذه القصه ازاي؟ هنشوف هل يعود شيكابالا ام يبقى شيكابالا. بالامس كنا بنعلق على مباراه الارجنتين والبرازيل، والحكم انا اتكلمت كتير جدا على انه كان بيجامل الارجنتين وكان متحفز ضد الارجنتين، لدرجه ان رافينيا اتخبط بالكوع من اوتوماندي مدافع منتخب الارجنتيني، رغم وجود الفار ان الحكم لم يشهر اي بطاقه لاوتوماندي على هذا الاعتداء. بعد هذه المباراة طبعا الأرجنتين تأهلت بعد تعادل تقريبا الإكوادور وتشيلي، أو تشيلي اتغلبت من الإكوادور فتأهلت الأرجنتين بعد التعادل مع البرازيل بالأمس، وعلى إثر مباراة الأرجنتين والبرازيل وبعض الوقائع خلال المباراة اللي تم إيقاف الحكم الأوروجواياني أندريس كونها عن إدارة المباريات لأجل غير مسمى. هناك على طول وقت يا صديقي، لكن هنا بنرجع ونشوف ونقدم شكاوى. بلاوي بتحصل، بلاوي بتحصل. من الاخبار الجيده بخصوص التصفيات المؤهله او المرحله النهائيه، المباريتين البلاي اوف والقرعه اللي هتكون يوم 18 ديسمبر على هامش كاس العرب. الفيفا طبعا هي بتنظم كاس العرب على هامش هذه البطوله والقرعه والمباريات اللي هتقام في مارس البلاي اوف، ومصر تصنيف تاني. كنا بنتكلم على ان بما انك انت تصنيف تاني فمباراه العوده بتكون على ملعب المنتخب بتاع التصنيف الاول، لكن اتضح من لائحه الاتحاد الافريقي ان او اللائحه اللي طالعه بخصوص هذا الشان مباريات المرحله النهائيه ان مباراه الذهاب والعوده هتكون بالقرعه، وده شيء جيد، فبالتالي مش فارق بقى تروح فين تلعب فين تلعب مين، مش فارق يعني. زي ما اتكلمت مع حضراتكم في اليومين اللي فاتوا سواء مدحت شلبي او غيره او اعلام نادي الزمالك تحديدا اللي بينتقد فرجاني ساسي، وانت فرجاني ساسي الزمالك اللي عملك ودلوقتي بيعمل نفس القصه مع بن شرقي. لويس كاسترو مدرب الدحيل القطري بنفسه بقى، الناس اللي بتقول لك انت فرجاني ساسي ما بيلعبش، ده الزمالك اللي عملك وبعد كده انت رحت فين؟
بيرد على ناس بيتكلموا فرجاني سياسي ما بيلعبش بشكل اساسي، فبيقول بيستغرب من السؤال، قال لك مين اللي قال الكلام ده؟ بكل تاكيد اللي بيقول هذا الكلام لا يتابع الدوري القطري، المعلومه غير صحيحه تماما. ما فيش اي نيه لرحيل فرجاني ساسي، واللاعب بيقدم مستويات رائعه مع الفريق، وخصوص بقى كلام عن علي معلول وبن شرقي والدحيل، قال لك التعاقد معاهم كلام عالي تماما من الصحه، ومفيش كلام بهذا الشان على الاطلاق. مرتضى منصور اصدرت محكمه جناح الهرم بالجيزه الاربع حكم تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واحمد جمال 15000 جنيه لكل واحد فيهم بتهمه سب وقذف مجدي العتال. ونص الحكم وفقا للمحامي كمال شعيب محامي العتال اتكلم بان ادانه مرتضى منصور والاعلام احمد جمال في القضيتين اللي تم اقامتهم من او رفعهما من مجدي العتال بارقام كذا لسنه كذا، وذلك عن جرائم السب والقذف والتشهير. وفي نفس الوقت قضت الدايره 13 تعويضات بمحكمه شمال الجيزه الابتدائيه الثلاثاء بالزام مرتضى الثلاث اللي فات امبارح يعني او خلاص اول امبارح احنا داخلين على الخميس يعني، بالزام مرتضى منصور بان يؤدي لممدوح عباس وهاني العتال مبلغ وقدره 200000 جنيه تعويض عن واقعه سبهما وقذفهما. كان قبل كده تقدموا وهاني شكري عضو المجلس باستشكال على حكم عوده مرتضى منصور الى نادي الزمالك صدر محكمه القضاء الاداري من المحكمه بعد ذلك وقف تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه امام المحكمه الاداريه، لكن مرتضى يعني مع حكم نهائي. كابتن محمود الخطيب في بعض الناس بتصور على انه انفعال، لكن هو رده تلقائي طبيعي بسبب احدى عضوات النادي الاهلي فرع الشيخ زايد تحس انها متحامله على الكابتن محمود الخطيب لما بيسالت سؤال بخصوص ليه تم اختيار خالد مرتجي واستبعاد خالد الدرندلي من منصب امانه الصندوق على الرغم من الخبرات اللي بيمتلكها الاستاذ خالد الدرندلي في هذا المجال. ورد الكابتن محمود الخطيب هي شافت انه مش مقنع، لكن كابتن محمود الخطيب رد مقنع جدا 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 لاي واحد عنده وجهه نظر ما عندوش توجه. بمعنى كابتن محمود الخطيب اتكلم قال لك اختيار خالد مرتجي كنا بنعده للمنصب ده، ثم خالد مرتجي او خالد الدرندلي ايا كان الشخص هو مين، ده احنا بنحط السياسات وفي اداره ماليه كبيره هي اللي بتتولى هذه الامور، وضرب مثل بنفسه انا كنت امين صندوق في النادي الاهلي قبل كده، انا كنت، وده برضو ردا على خالد الدرندلي كل شويه انا عندي خبرات انا عندي خبرات خبرات خبرات. ايه انت في مجلس بيحط سياسه عايزين ننفذ في اداره ماليه على اعلى مستوى، والا زي ما قال الكابتن محمود خطيب في رده والا كنا نختار بقى المدير المالي كان هيبقى اكثر خبره مني لما اشتغلتها او خاء او ايا كان، كنا خلينا المدير المالي بقى من خبراته الكبيره كان هو احدى، لكن المجلس بيحط سياسات مين. واتكلم قبل كده عن خالد مرتجي وقال لك ان هو علاقاته جيده واحنا داخلين على عصر تاني او فتره تانيه في الاستثمار، عندنا شركات وعندنا محتاجين علاقات خارجيه والكلام ده كله ده يتمتع به خالد مرتجي. السيده الفاضله لك رد غير مقنع، هي بينها وبين نفسها مش بصوت عالي يعني. فالبعض صور رد الكابتن محمود الخطيب عليها على انه انفعال، لكن الكابتن محمود الخطيب مهذب محترم يعني. بالنسبه لبن شرقي خالد الغندور قال لك خلال يومين هيتم توضيح ده من خلال برنامج بتاع نادي الزمالك، لكن عندهم امل يعني وهيكون في قرار حاسم ضد بن شرقي ربما يصل الى تدمير اللاعب يعني. اتكلم قال لك خلال اليومين الجايين هيكون في عقد جلسه وهيتضح كل الامور، والله حاسوا ان اللاعب متجاوب هيكملوا في المفاوضات، حاسوا ان اللاعب بيماطل هيكون في قرارات حاسمه والحاسمه يبقى قابلني يا حبيبي. بالنسبه للاخبار الخاصه بنادي الاسماعيلي يحيى الكومي، يحيى الكومي اتكلم على ان مباراته مع نادي الزمالك القادمه مهمه، وقال انهم مددوا التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن مجدي وخلال الفتره المقبله مجموعه من اللاعبين باهر ومحمد شكري نجيب، وقال لك انا ما عنديش مانع اي لاعب يجيب لي عرضه يكون جيد ولو ملوش رغبه يكمل في نادي الاسماعيلي. وقال بخصوص طلعت يوسف قال لك المشكله في الاداء والنتائج، وكومان رحل عن برشلونه فلما ما بتنجحش في المشكله مش في رحيل طلعت يوسف، المشكله في طريقه كلام يحيى الكومي عن الكابتن طلعت يوسف. من حقك تشوف مصلحه فريقك لكن مش من حقك
تتكلم في العلهوة وتقول ده واحد وعمل وبتاع وما حضرش وندي فرصة وإلا هنتعامل بمنتهى الصراحة، أنت مش تلميذ عندك في المدرسة يعني. واتكلم طبعا، قال لك نتمنى ربنا يكرمك في مباراة نادي الزمالك، ولو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى كتر خيره، يبقى ده شيء جاي طبعا بطريقة فيها سخرية يعني. بالنسبة لإيتو، صامويل إيتو في الكاميرون بيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على غرار ديروجبا في اتحاد كوت ديفوار. بالنسبة أيضا لإيقاف القيد في نادي الزمالك، بعض الناس لما ربطوا ما بين رفع إيقاف اللاعب حسام أشرف يوم 23 نوفمبر، قال لك يعني القصة بما إن تم رفع القيد عن اللاعب فيتم رفع القيد عن نادي الزمالك أو العقوبة عن نادي الزمالك بمنعه من القيد فترتين ويكتفي فترة واحدة. هذا الكلام عالي تماما من الصحة. إيقاف القيد، إيقاف اللاعب مدة معينة أو عدد شهور معينة مختلف عن إيقاف النادي يعني. ده بالنسبة لردود الأفعال حوالين عودة اللاعب ورفع القيد عن نادي الزمالك أو الفترة الثانية عن نادي الزمالك. بالنسبة للأنباء كلها والأهلي واللعيبة وأكرم توفيق وأياكس وكريم فؤاد ونادي فيوتشر، دخلوا فيوتشر مع كريم فؤاد وبيجسوا النبض والحكاية والروايه وكلام من هذا القبيل. النادي الاهلي مكمل باللعيبه اللي معاه في على ما نيجي في انتقالات، طبعا هيكون في بعض التغييرات، خروج بعض اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل اساسي وده وضع طبيعي، ربما يكون في استقدامات، ربما النادي الاهلي ما يحتاجش خلال فتره الشتويه دي نسبه كبيره، النادي الاهلي مش هيتعاقد يعني مع حد في خلال فتره، واذا احتاج ممكن مدافع بتاع، لكن غير كده في مجموعه طبعا، ممكن رامي ربيعه، ما ممكن محمد محمود، محمود وحيد خلاص اوريدي يعني ما رايح طلائع الجيش، القصه منتهيه يعني. بالنسبه لمحمد شريف زي ما انتم عرفتوا وتابعتوا طبعا، محمد شريف موقع في الجول العالمي او موقع جول العالمي اختار محمد شريف بناء على تصويت يعني من ضمن افضل 50 لاعب حول العالم، يعني احتل المركز 49، تصدر طبعا الاستفتاء ميسي المركز، كريستيانو رونالدو الثالث، ليفاندوفسكي الرابع، كان محمد صلاح مركز 49، محمد شريف يعني. بالنسبة أيضا للأخبار الخاصة بشوفير، طبعا انتقد اللقطة بتاعت محمد صلاح والبودي جاردات والناس وبتاع، قال لك أنا عارف إن محمد صلاح ملوش علاقة بهذه القصة، لكن كنا نتمنى ان البودي جاردات تتواجد وما يبانوش بهذا الشكل الملفت للانتباه، عادي في بودي جاردات لكن ما بينزلوش كده. انا ضربته وانا بعلق على الماتش امبارح، قلت ضربته بهذه القصه فيلم جاءنا البيان التالي، محمد هنيدي بيعمل حوار مع ممثله وراها 2 بودي جاردات فبيقول لها لو سمحت بس كده بقى، قالت له لا انا عايز اوصل رساله لواحد. هيرفي رينارد عامل نتائج جيده جدا مع السعوديه، لكن قرر في بطوله العرب او كاس العرب ان هيدي فرصه للمدرب العام معاه لورام بونادي انه يتولى تدريب المنتخب السعودي خلال هذه البطوله. بالنسبه للكابتن محمود الخطيب طبعا في المؤتمر اللي كان عمله او لقائه باعضاء الجمعيه العموميه في الشيخ زايد، اتكلم عن ان النادي الاهلي هو سبب اللي هو فيه، هو اللي صنع شهرته، ربما كنت لاعب جيد او لاعب موهوب، لكن في الاول وفي الاخير النادي الاهلي هو صاحب الفضل على الجميع، وقال انه بيعتز بالتواجد على راس مجلس اداره النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه ويتمنى مواصله خدمه النادي الاهلي والكيان خلال الفتره المقبله. كل التوفيق للنادي الاهلي كابتن محبوب الخطيب ان شاء الله خلال المرحله المقبله، وشكرا لحسن متابعه حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.